إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسه ومن سيئات الأعمال إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى قدر فهدى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خيرة خلقه وخليله بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح الأمة كشف الله تعالى به الغمة فتركنا على محجة بيضاء الليل فيها كالنهار لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي وعلى آله وأزواجه الطاهرات العفيفات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرماء في برنامجكم الجميل المتجدد أحلى منى الجميلة. وقبل أن أبدأ الحديث مع حضراتكم أحييكم بتحيات الإسلام، تحية أهل الجنة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ولقد انتهينا في الحلقة الماضية يوم الجمعة تقريبا الماضي عند أهمية الرؤية ومكانتها في الإسلام، وقلنا بفضل الله ومنته أن للرؤية مكانة عظيمة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله جل وعلا أورد الرؤيا في كتابه على نحوين اثنين لا ثالث لهما. قلنا أن النحو الأول أو الطريقة الأولى التي جاءت الرؤيا في كتاب الله جل وعلا جاءت بلفظها ومعناها أي مصرحة، أي أن جاءت الرؤيا وجاء معها التأويل. وقلنا أمثلة ذلك الرؤيا التي رآها نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم على أنبياء الله وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما قال لأبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وللعجيب أيها المشاهدون الكرماء أن لهذه الرؤيا تأويلان، التأويل الأول تأويل يعقوب صلى الله عليه وسلم حينما قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا تأويل لها، وهذا تأويل يعقوب عليه الصلاة وأتم التسليم. كذلك هناك تأويل آخر لتلك الرؤية كما أولها يوسف صلى الله عليه وسلم صاحب القدم الراسخة في هذا الأمر هذا المجال، إذ أن الله اختصه بهذا العلم وجعل نبوته كلها تقريبا في هذا العلم وعلم تأويل الرؤية، حينما رفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. ما هي الرؤيا التي رآها من قبل؟ حينما قال في مطلع الصورة يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هناك تأويل، قد يسأل سائل يعني ما الفرق بين التأويل الأول والتأويل الثاني، أي تأويل يعقوب عليه الصلاة والسلام وتأويل يوسف صلى الله عليه وسلم؟ هناك أيها المشاهدون أمر جميل جدا جدا لا يعلمه إلا أهل هذا الفن، لا يعلمه إلا أهل هذا العلم الذي اتخذوه عن طريق علماء ومن كتاب وسنة. هناك تأويل يسمى التأويل الشرعي وهناك تأويل يسمى التأويل الواقعي.
بمعنى رؤية يوسف مثلا، حتى لا نضرب أمثلة نبتعد كثيرا عن الموضوع. رؤية يوسف صلى الله عليه وسلم أولها يعقوب صلى الله عليه وسلم بتأويل شرعي، وكذلك أولها يوسف صلى الله عليه وسلم بتأويل واقعي، أي بمعنى تقريبا تأويل دنيوي. والتأويل الشرعي هاي يخص بالدين ويخص بالآخرة ويخص بدين الشخص بذاته، يعني كما قال يعقوب: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الاشتباه أن الله إذا اشتبه رجلا من آل بيت النبوة فلا بد وأن يصير نبيا كما كان أجداده وأباه من قبل، كما حدث بالفعل مع يوسف صلى الله عليه وسلم فصار نبيا ووقعت الرؤيا كما أول يعقوب. وكذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. إتمام الأمر هو إتمام النبوة، إتمام الأمر هو إتمام المنزلة الراسخة في دين الله ومع أنبياء الله وأصفيائه. وكذلك أولها يوسف صلى الله عليه وسلم تأويلا واقعيا، كما يحدث مع أحدنا مثلا يرى رؤية مثلا ويقول: لقد رأيت رؤيا كذا وكذا وكذا. فبعد مدة من الوقت، يوم أو يمر يوم أو يومان أو ثلاث أو أربعة، يقول: هذا وقعت بالفعل كما رأيت. هذا يسمى التأويل الواقعي. ولكن أيها المشاهدون، في شرط أساسي جدا 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 في التأويل الواقعي. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون صاحب الرؤيا صادق، أن يكون صاحب الرؤيا صادق، صادق مع ربه، صادق مع نفسه، صادق مع الناس. لابد أن تتوفر في صاحب الرؤيا الواقعية هذه الشروط الثلاث: صدقه مع ربنا جل وعلا، صدقه مع نفسه، صدقه مع الناس، حتى تقع الرؤيا كما رآها. وبذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ من النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عند الإمام البخاري، بدأ بالرؤيا الصالحة أو الصادقة، فكان النبي لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، أي تقع كما رآها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للتأويل الواقعي أن يكون صاحب الرؤيا، أن يكون صاحب الرؤيا من أهل الصدق والدين والصلاح. كثيرا ما أسمع من إخواني أصحاب الرؤى الراسخة، أصحاب الرؤى الصادقة الواقعية، يقول: قد رأيت كذا وكذا وكذا، وبالفعل تقع كما رآها. وللعجب العجيب من هذا الأمر، كثير من الناس يقول، يعني نسمع الاتصال الأخت الكريمة صباح، ثم نرجع للعجب العجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخت الكريمة صباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم أحسن تحية. الوقت يا شيخ، أنا السؤال بتاعي مش في الأحلام. نعم. أسألك سؤال شخصي متبرع عن الأحلام. اتفضلي تحت أمر حضرتك. الوقت أنا أعزك الله، أبويا عنده جلطة بقاله 5 سنين. نعم. وأنا بدخله مثلا أقتله حقته وبحميه وبعمل له حق، هل علي ذنب إن أنا بطلع على عورة والدي؟ والله أولا أختي، هذه الحلقة تفسيرا أحلام، ولكن إن استتر أباك يكون أفضل. إذا سترت أباك أختي يكون أفضل، أفضل لك لدينك ويعني وخلقك، وهو كذلك يعني. فالستر في هذا الأمور يكون أفضل وأصلح، والله تعالى أعلم. نرجع للعجب العجاب أيها المشاهدون. كثير من الناس يقول: والله يا شيخ أنا أخاف أنا أن أرى رؤيا. لماذا؟ يقول مثلا يعني أخاف أن أرى رؤيا أنها تقع كما رأيت. وفي نقطة هامة جدا جدا هذه تقع مع كثير من الناس، يقول مثلا هناك رؤى يعني سيئة تقع كما أراها، ولكن الرؤى الصالحة كثيرا أراها ولم يعني تقع إلا بعد حين. يعني هذه أمور يعني قد تختص بالنفس أكثر مما تختص بالصدق، هذه تختص بواقعية وطبيعة النفس أكثر مما تختص بالصدق. نقول ونرجع للموضوع أن الله سبحانه وتعالى اهتم بشأن الرؤيا وأوردها في كتابه في أكثر من موضع، وذكرنا الموضع الأول هو موضع
رؤية يوسف صلى الله عليه وسلم والتأويل الذي أوله سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرؤية التي التأويل الذي ذكره سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، وقلنا الفرق بين الاثنين، التأويل الأول تأويلا شرعيا أي خاص بالدين وخلق وآخرة الرجل، والتأويل الواقعي يكون تقريبا خاص بالدنيا. الأخ مؤمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مؤمن. عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. حياك الله حبيبي. النهارده كنت شغال في المقابر. نعم؟ كنت شغال حوالين المقابر النهارده. تمام. حوالين القبور. نعم. لقيت قبر مفتوح كده ويعني ما يطلع هواء من جوا في عز الحر. زين. رحت جبت شوية هني كده شوية تراب. وسددت عليه بسنين. نعم. وقعدت انظف حوالين منه كده ونظفته وكل ما لما يجيب هوا من تحت برضه. نعم. والشجر اللي فوقه يعني لونه كده اخضر قوي. نعم. يعني من دون القبور كلها كده تحس انه مطلع هوا كده. نعم. هذه رؤيه ام حقيقه اخي الحبيب مؤمن؟ هذه في الحقيقة ليست رؤية، أليس كذلك؟ طب وفي المنام يا فضيلة الشيخ؟ نعم. وأنا نايم زي كده خيمة كده بيضة. من صح؟ دخلت جوا الخيمة البيضة ده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لقيت لك واحد لابس أبيض أبيض، العمة بيضة. نعم. الناس جاي من جوا ما يعني زي النور كده. نعم. قلت السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مش عارف يكون يعني حقيقة ولا. أخ مؤمن. أيوة يا فندم. أخي أنا لم أعرفك ولم أسمع بك من قبل، أليس كذلك؟ اشهد الله ان حبك في الله اخي مؤمن. انا معصلي يا فضيلة الشيخ ومعصين. اخي الحبيب هل تعرف صاحب هذا القبر؟ عارف. الرجاء يا اخ مؤمن اسمعنا من التليفون افضل، اترك الشاشة حاليا واسمعنا من التليفون بعد اذن حضرتك اخ مؤمن عشان امر هام جدا. ماشي يا فضيلة الشيخ. معاك انت. تعرف صاحب هذا القبر؟ القبر؟ نعم. في الحقيقة أيوة. تعرف صاحبه؟ لا ما اعرفش، اعرف انه يعني الناس اللي هي فيه اعرفش انا انه ناس زين. نعم؟ الناس اللي فيه. ايه؟ يعني عملت عمل صالح كده ناس زينة كانت. الله أكبر. هي كذلك هي كذلك. وهذه الريحة الذي تخرج من القبر ريح طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا في روح وريحان بإذن الله تعالى ورب راض غير غضبان. وفي اثنين يا فضيلة الشيخ كانوا معي شغالين معي في الشغل، يعني يكون كل ما تقابلهم كده بابتسامي، ماتوا برضو يعني في الشغل كده معنا. أخي مؤمن. ما شاء الله والله أسلشت صدري وأفرحت نفسي وقرة عيني بهذه الرؤية وبهذه الكلام الجميل الطيب. أصحاب هذا القبر كانوا من أهل الخير والدين والصلاح في حياتهم الدنيا، وسترت عليهم سترك الله سبحانه وتعالى، سيستر الله عليك في الدنيا وتكون من أهل الخير والريح والريحان بإذن الله تعالى. أظن كذلك، والله حسيبك ولا أزكي على الله أحد، وسيرزقك الله هداية هداية هداية. وكونك أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي فأنه رضي عن عملك الذي فعلت، رضي عن فعلك الذي فعلت في هذا الأمر، سترت مسلما وهو بين يدي ربه، سترك الله في الدنيا والآخرة أخي الحبيب مؤمن. لذلك أنت اسمعني، لذلك أنت أجبرتني وأنا فرحا مسرورا أنك قلت ان اقول لك اني احبك في الله بسبب هذا الفعل الطيب. فضيلة الشيخ
سؤال واحد. تفضل. برضو لفيت حوالين القبور كلها كده انا ورحت ردمت عليها برضو، لقيت حواليها هي زي حوالين شكوك كده برضو مفتحه وكلها، رحت ردمتها بسرعه وبرضو خدتها بالسين. سيسترك الله بإذن الله تعالى فعلك، سيسترك الله سبحانه وتعالى وسيسترك في عقبك وأولادك وفي أحفادك وأحفاد أحفادك بسبب هذا الفعل الطيب، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، وبذلك نلت الجائزة يعني على أسرع وعلى عجلة من الأمر. رأيت حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم في الرؤيا، حياك يعني الله يا أخي الحبيب مؤمن، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نرجع، من معي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم من معي؟ حياك الله أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم أحمد، طب أختنا أم أحمد يعني نطلب من حضرتك أن يعني تشرفين ونسعد بحضرتك أن تعاودي الاتصال مرة أخرى حتى يتسنى ونشرف بما تقوله لنا بإذن الله تعالى. نقول أن اللي أورد الله سبحانه وتعالى أورد الرؤية في كتاب. نرجع تاني بعد ما نسمع الأخت الكريمة أم ملك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم ملك، السلام عليكم حضرة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أم ملك. عندي رؤيتين حضرتك، مش هطول عليك. اتفضلي تحت امر حضرتك ام ملك. الرؤية الاولى اختي حلمت انها عندي نخلة بلح. عندك ايه؟ عندي نخلة بلح. نعم. جنبيها يعني النخلة وراح في جنبيها حماتها قاعدة في الارض ومعهم واحد يعرفوه يعني، فراح سواح الطول فوق على النخلة نزلت البلح فجي في حجر اختي. نعم. بعد كده راحت اديته في حجر حماتها وراحت خدت بلحتين بس منهم. تمام. ده الحلم الاول. الحلم الثاني اللي انا حلمت نفسي ان انا ماسكه ورق وبمضي عليه بكتب ارقام 1404. تمام. 1444. تمام. هم الحلمين دول. اتفضلي اختي الكريمه ام ملك، حياك الله واحسن الله اليك ام ملك. الاخت الكريمه ام ملك، بالنسبه للرؤيه الاولى هذه ليست رؤيا اختي، هذه ليست رؤيا وانما هي من الافعال التي يعني تحدث بين النساء في اليوم الطبيعي العاديه. اما الرؤيه الثانيه اظن ان الله سبحانه وتعالى سيحقق لك امنيه غاليه، وقد تذهبي لبيت الله ان شاء الله تعالى حينما تفتح الاجواء والامور تذهبي معتمرة إلى بيت الله الحرام، ويعني أحييك وأبشرك بذلك بإذن الله تعالى. نقول وبالله التوفيق أن الله سبحانه وتعالى أورد الرؤيا وأورد في كتابه مصرحة، وجاءت الرؤيا وجاء معها التأويل، وذكرنا مثالا واحدا. المثال الثاني لرؤية يوسف أيضا صلى الله عليه وسلم حينما كان معه أصدقاء وصاحباه في السجن، حينما قال أحدهما إني أراني أعصر فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي، وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هذه واحدة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كما قلنا كان منهج نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم المنهج الواقعي بالفعل في التأويل. غير أن هناك اتصال الأخت الكريمة أم معاذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك فضيلة الشيخ؟ السلام عليكم أم معاذ، الصوت شوية أم معاذ. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياك الله. تفضلي. كان عندي رؤية يا شيخ، أنا حلمتها من في رمضان كده، مش عارفة كان 26 رمضان أو كده. زين. بس رحت كنت أنا حامل يعني دلوقتي، وكنت قايمة الليل يعني صلاة الفجر، قمت الليل صلاة الفجر ونمت على طول، بس كنت داعي ربنا يعني دعوة بس، وقلت يا رب بشرني. فنمت حلمت إن أنا زي مكان عيادة كده،
والعيادة زي ما كان مقفول عيادة الدكتور أو كده، ومعايا 3 من عيال خالاتي إيمان وشيماء وآية. وبعد كده رحت في حد كان بيقولنا حاجة يعني أو بيحكينا حاجة زي راجل عزوز أو كده، بس بعد ما قلنا الحكاية أو الحاجة اللي بيقولها لنا دي راح قال لي قوم ادعي. رحت قمت بصيت كده زي طاقة أو شباك يعني، بس وقفت على الكنبة يعني وبصيت من الشباك ده وقلت يا رب بصوت عالي مرة واحدة يعني. بس قلت رب، بعد ما قلت يا رب السماء دي اتفتحت نصين اتشقت يعني شقان كده وزي باب يعني، وأول ما قلت يا رب اتفتحت السماء دي كده، وبعد كده قلت أول ما اتفتحت السماء قلت ربي، قلت ربي افتح لي أبواب سماواتك وأجرني من عظيم بلائك. الله أكبر. أو أول ما قلت الكلمة دي راحت كتبت لي الله بالغيم كده بالغيم، بس بطريقة حلوة الله كده مكتوب بالغيم، والسما دي زرقاء زرقاء زرقاء، الله ورحت أكبر. إيه يعني منظرها حلو قوي قوي يعني، والله دي مكتوبة بالغيم بالأبيض والسما دي زرقاء زرقاء وصافية. بعد كده رحت، بعد ما كده رحت لسه هدعي دعوة تاني، رحت بنت خالتي دي انا قلتها بس مش عارفه قلتها يعني بصوت واطي او قلتها في سري، بس ما قلتهاش يعني زي ما انا قلت رب افتح لي ابواب سماواتك وكده، وانا اصلا كلمه رب افتح لي ابواب سماواتك دي انا اصلا مش عارفه قلتها ازاي يعني، هي جاتني كده يعني في الرؤيه جاتني كده وبس. وبعد كده رحت يعني بنت خالتي دي راحت شدتني كده من العبايه بتاعتي وزي بتقول يعني في واحده تانية عليها الدور يعني هتدعي، وقمت كده على كده من النوم يعني. أم معاذ، ايوه حضرتك متزوجة يا أختي؟ ايوه نعم؟ ايوه بتمر شم الله بمشاكل عنك. في الأيام الذي دعوت ربك في قبل أن تنامي، كنت بتمر بمشاكل معينة أو أمراض معينة؟ لا بس انا كنت يعني داعي يا ربنا دعوة معينة قبل ما انام يعني، وقلت ربنا يا رب لا بشفيني يعني. تذكريها، لا تذكريها على الهواء يا أم معاذ، لا تذكريها، لكن أنت كنت بتمر بمحنة معينة، ضيق معين؟ اه ممكن، لا ما تقوليش ممكن اه او لا. ما انا يعني ما هي كنت الدعوه دي انا يعني دعيتها من ربنا عشان يعني الموضوع ده فعلا كنت متضايقه. اه عشان كنت الموضوع متضايقه. ده صح؟ ايوه اولا يا ابو معاذ ما شاء الله ببشرك ببشر الله لك سبحانه وتعالى، ما شاء الله انت اظنك من اهل الصدق والفلاح يا ام معاذ، لاجل ذلك ما شاء الله استجاب الله لدعائك ما شاء الله وفتح لك ابواب السماء. ابشري ابشري ام معاذ، ابشري، احسني اللجوء، احسني اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. ام معاذ ما شاء الله كل ما دعوت به او ما دعوت به الرؤيا اظن ان الله استجابه لك باذن الله تعالى، وستري اثر هذه الرؤيا الايام القليله القادمه ان لم تكوني رايتيها من قبل منذ ايام قليله مضت يا ام معاذ. الأخت الكريمة هبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت هبة، اشمعنى عن الأخت هبة بتقولي من الشرقية يعني؟ عشان الشرقية يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخت هبة. وعليكم السلام، حياك يا شيخ. الصوت لو سمحت يا أخت هبة. لو سمحت يا شيخ، أنا حلمت إن أنا أمي متوفية، حلمت إن أنا رايحة صحيحة عشان تاكل، فهي قالت لي أنا مش جعانة، مش جاي لي نفس الأكل، وعمري ما كان جاي لي نفس الأكل وكده. نعم. عايزة آكل. فانا ماشيه متضايقه وعماله افكر ازاي اخليها تاكل، اتصل باختي عشان نشوفها انا اخليها تاكل ازاي، ومشغوله كده بيها. وبعدين وانا ماشيه شفت اختي في الاوضه بتطلع فطير، وفي جرايد كده في الاوضه، زي ما يكون احنا كنا عايزين شقه، فاحنا لقينا شقه يعني وكده في مساكن الرواد في منطقه اسمها الرواد، فانا من جوايا فرحت قلت ان هي منطقه راقيه ومش عارفه ايه، بس الشقه ضيقه، فقلت في بالي مش مشكله، ما حنان هتكون مشيت يعني في دماغي ان هي مش اتجوزت يعني، وهي متجوزه اصلا، وهيبقى انا وامي فيها بس. اخت هبه، ده الحلم ده خلص. ايوه اولا نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمد امك برحمته وابي وجميع المسلمين باذن الله تعالى. اخت هبه، هل نسمع ام محمود بعد ما نسمع؟ طب اسمعيني من التلفاز اخت هبه ان شاء الله بعد ما نسمع الاخت الكريمه ام محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي روايتين لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أم محمود. عندي روايتين. أم محمود معي؟ أيوه يا شيخ معاك. الصوت يا أم محمود اتفضلي. أيوه معاك يا شيخ. ابني رأى يا شيخ إن هو رايح يجيب فكة،
ممكن اسمعيني من الهاتف ام محمود. يا ام محمود اسمعيني موبايل بعد اذنك. انا بعيد عن التلفزيون يا شيخ. ابعدي على التلفزيون يا اختي. انا بعيد. او ابني بقى راح يجيب فاكهه. يجيب ايه؟ يجيب فاكهه. يجيب فاكهه. يشتري فاكهه. ما شاء الله. وبعدين راح جاب البرتقال، جاب كيلو برتقال ب 10 جنيه، عطاها 20 جنيه. فهي راحت صاحبة الفاكهه عطته بقيت 50 جنيه. تمام. راح هو رجع لها قال لها لا ده انا اعطيكي 20 جنيه، راحت عطت ال 20 10 طين. الله اكبر الله اكبر. بس يا شيخ هو ما رضيش يدي لابوه من البرتقال، لقى طعمه موضه شويه. ده محمود يا ام محمود اللي شاف، انت شفتها المحمود المن من ابنائك يا ام محمود؟ ده هو اخوه الكبير هو اللي شافه، هو مقدم على السفر وانا خايفه من الضوء يدين البرتقال موت، بس هو ما قبلش الزياده الحرام ارجعها وهي عطته 10 طين. طب ام محمود. نعم يا شيخ. باذن انعم الله عليك واحسن الله اليك اختي الكريمه وبارك الله فيك وفي اخلاقك ودينك ام محمود. يعيش يا شيخ. الله لا تنسينا من الدعوات يا ام محمود وابنائي. الله يكرمك أم محمود. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه الرؤية طيبة، هذا الولد ربنا سيوسع عليه في الرزق ويتم الله له أمر، وقد يتخلل ما له شيء حرام ولكن ربنا سيعافيه منه إن شاء الله تعالى. ولكن إن صحيح أن يكون بارا بأبيه، إن صحيح أن يكون بارا بأبيه، إن صحيح أن يكون بارا بأبيه، قولي له كل الرزق وكل الرضا وكل الطمأنينة، لا ولن تسعد في الدنيا إلا ببرك بأبيك وأمك. لابد أن تصحي بذلك أم محمود. نرجع لأختي الكريمة، الأخت هبة من الشرقية. أختي الكريمة بارك الله فيك، أن أمك في حياتها الدنيا ما شاء الله كانت ممن تطعم الطعام وكانت مما تتصدق، فأظن أن الله سبحانه وتعالى أجرى لها هذه الأعمال كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، فأن الله سبحانه وتعالى يجري لها أعمالها أظن إلى يوم القيامة، أظن كذلك والله حسيبها ولا أزكي على الله أحد. وكل دعواتك ما تدعو به الأخت الكريمة هبة تصل إلى أمك بارك الله فيك وأحسن الله إليك بسبب برك بأمك بعد وفاتها الأخت الكريمة هبة. نقول وبالله التوفيق. الرؤية الثانية لرؤية أصحاب يوسف حينما قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فقال سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم للأول أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، سيرجع كما كان، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذه الرؤية الثالثة التي أوردها الله سبحانه وتعالى بلفظها ومعناها في كتابه. الرؤية الرابعة كذلك رؤية الملك حينما قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فأولها يوسف صلى الله عليه وسلم قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الأخت الكريمة رجعت إلينا أم معاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم معاذ. الله بركاته. معلش يا شيخ انا كنت عندي رؤيه ثانيه. يعني ابشري ام معاذ اتفضلي. بس برضو كنت نمت، يعني كنت مصلي ونمت ودعيت ربنا يعني دعوه برضو معينه. نعم. هي نفس الدعوه يعني. تمام. بس فرحت نمت ويدوب هي كده حوالي 10 دقائق وقمت على طول حتى ما حسيتش نفسي اني نمت، بس حلمت يعني ان بعد ما انا قعدت كده كنت قاعده يعني في الحلم، راح الشيخ الشعراوي داني المصحف وفتحه والمصحف مفتوح على سورة الفتح وقال لي اقرا سورة الفتح لما انا دعيت الدعوة دي، وصحيت من النوم على طول قريت يعني قريت سورة الفتح يعني زي ما جت، بس هو فتح لي المصحف على سورة الفتح يعني. بس ومعاز ايوه اسالك سؤال وتجاوبين عليه بما يرضي الله. والله
بس على شرط لا تذكر الشيء الذي أذكره لك، اجعليه بينك وبين ربك. ماشي. هناك شيء بينك وبين ربك لا يطلع عليه أحد قط، أليس كذلك؟ من ناحية إزاي يعني؟ من ناحية إيه؟ يعني في دعوة معينة، في طاعة معينة، في حاجة معينة تفعليها سر بينك وبين ربك، في طاعة. أيوه. صح؟ آه. دومي على ما أنت عليه ولا تذكريها لأحد قط كائنا ما كان. ماشي. الدعوة أنت بتدعو بيها، أنا أريد بس أن أوجه أمر هام جدا أخت أم محمود، الدعوة بتدعو فيها فيها اسم أو انقطعة ربا أو هي شيء مجرد شيء فتح من الله عليك في أمور معينة؟ عادية يعني. أنا الصوت يا أم معاز بقول لك لا، هي دعوة معينة يعني أنا بدعيها يعني، بس يعني مش لا يعني دعوة في الدنيا يعني مش. ممتاز ممتاز الحمد لله. أهم حاجة لم تكن باسم أو قطيعة رحم، أهم شيء. لا لا أو حسبها أنا أعلم ذلك، ما أقول لك أهم حاجة تكون شيء بفتحات معينة لك في الدنيا أو في الدين أو ما شابه ذلك. صح؟ لا لا والله خالص. أي لا أنا هدعي باسم. أبشرك أم معاذ إن ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لك كل من يرى هذه لأم معاذ ولكل أم معاذ في أو لكل مسلم على وجه الأرض. أي إنسان يحتاج إلى أمر ما ويرى قول الله سبحانه وتعالى سلا يراه هو أو أحد يراها له أو ترى له أو يراها أمام عينه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا أمر قضي يقضي تماما بعد أيام قلال. أبشركم معاذ أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لك أو سيحقق لك ما تتمنيه وترجيه من ربك جل وعلا. أمال أنت عندكم ما فيش غير عندكم معاذ أم ملك ولا إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم ملك. السلام عليكم حضرتك. ولا كل اللي بيتصل بأم ملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم ملك. لو سمحت يا حضرة الشيخة عندي رؤية أنا منفصلة. الصوت شوية أم ملك. نعم. الصوت شوية بعد إذن حضرتك أم ملك. لو سمحت أنا منفصلة وحلمت إني أنا بعد ما انفصلت يعني إني أنا وطليقي ده قاعدين على ترابيزه الطاوله ومعانا اثنين رجاله قاعدين وانا ماسكه ورقي في ايدي. نعم. وهو بيقول لي طليقي ده بيقول لي يلا امضي، فانا جيت مضيت اسمي صفاء يعني، فجيت كتبت صفاء بس ما كملتش الهمزه دي اللي في الاخر يعني. فبعد كده راح هو خد واحد من الاثنين اللي قاعدين معانا على ترابيزه الصفره دي وراح حفر حفره ودفنوا فيها. دفن مين؟ دفن واحد من التنين اللي معانا على ترابيزة الصفرة. بعد كده ومسك الكوريك واشتغل يدفن فيه للآخر يعني. بس كده حضرت الشيخ. أم ملك الأسئلة لحضرتك تجاوبين عليها بكل صدق وصراحة أم ملك. اتفضل. لما كتبت حابة تكتبي أنت تمضي اسم صفاء كتبت صفاء فقط بدون همزة صح؟ صح أيوه. كان عقد ردك لزواج مرة أخرى أم ماذا؟ لا ما ردنيش لا خالص. طب لو طلبك الرجوع مرة أخرى توافقي؟ لا نهائيا. أنا بنصحك بتاتا لو يكون آخر رجل في الدنيا لا توافقي عليه أم ملك، إن لأنه لا ولن يتم الصفاء بينك وبينه قط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أختي الكريمة أم ملك أن يرزقك الله سبحانه وتعالى برجل صالح يخلفك خيرا عن سابقه بإذن الله تعالى. فأنت ظلمتي 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 أم ملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخت الكريمة إسراء السويس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي إسراء. جزاكم الله خير. ولو سمحت يا شيخة، بس أنا كنت حلمت إن أنا برضع بنت يعني على رجلي كده وبنت أمورة أوي. بترجعي إيه؟ بترجعي من الأول بالراحة يا أختي إسراء الله يكرمك. حلمت إن أنا معايا بنت صغيرة بس جميلة أوي. سين. وبرضعها وجنبي مني واحدة ست نايمة وبرضو ست دي جميلة أوي بس معرفهاش مين، فبقول لها دي شبهي. كم عمرك أختي إسراء؟ أنا عندي 40 سنة. متزوجة أختي الكريمة؟ في مشاكل في الحمل أو ما شابه ذلك؟ في، بس أنا الحمد لله عندي جنسين يعني الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يبلغ شدهم وترزقي بالرغم ولا تحرمي أجرام أختي الكريمة، ولكن هناك بشرى طيبة لك قريبا أختي إسراء،
تسعد بها نفسك وتقر بها عينك بإذن الله تعالى. أختي الكريمة إسراء، طب لو سمحت عندي رؤية ثانية ممكن يا شيخ؟ اتفضلي. حلمت ان انا سورة النازعات، اللي هي ان انا بدور عليها في المصحف بس مش لاقياها، وببص عليها في الفهرس من ورا بلاقي رقمها، وادور عليها في المصحف من قدام مش لاقياها. هل هناك لك بعض الحقوق اخذت منكم اختي الكريمة اسراء؟ حقوق؟ يمكن، انا ما فيش حاجه اسمها يمكن، اللي بيتاخد منه حقوق ازاي يعني ما يفتكرش؟ لا، هو وقع عليا مظلمه فيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرد اليك مظلمتك. هذه السؤال الثاني، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يرد اليك مظلمتك، والمظلمه دي اشد من حقوق اختي الكريمه اسراء. يعني الظلم في العرض وفي الاخلاق والدين اشد بكثير جدا 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 من الظلم في المال اختي اسراء. بالظبط كده. حياك الله اختي، رد الله اليك مظلمتك اختي الكريم، سيرد بالفعل. تفضل. ممكن بنتي تقول لك رؤيه ايه؟ اتفضلي تحت امرك اختي الكريمه اسراء. الأستاذة أمل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقطعت لي على الأخت إسراء. الأخت الكريمة أمل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. أمل. ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أعرف متى الرؤية يعني تحقق أو الحلم. وعايزه اسالي من الاول عشان بالسمع يا امل لو سمحت، اسالي كويس وبهدوء عشان اسمعك. عايزه اعرف امتى الحلم يتحقق او الرؤيه. الحلم امتى يتحقق؟ او الرؤيه. ممتاز، يعني ايه الحلم او الرؤيه؟ مش فاهم. الحلم يعني عامة يتحقق. يعني امتى يتحقق يعني؟ يعني انت الواضح الواضح كده يا امل انت شفت رؤيه وعايزاها تتحقق صح؟ ما انا عايزه اعرف. لا، ما انا عايز اعرف يعني امتى الحلم يتحقق. حاضر حاضر، سؤال جميل جدا جدا. بنت عمي متوفيه تمام، وانا لسه بعرف في ايدي. عندك ايه؟ بنت عمي. صوت بيقطع يا ابني، الشبكه بين عندك مزيان. قولي السؤال الثاني يا امل لو سمحت. بص، انا كنت انا بحب واحد تمام. نعم. فحلمت ان امه جت عندي البيت وبتقول لي احنا جايين امه ومعاه 2 اخواتي، جت عندي البيت وبتقول لي انا هخطب ابني، وبعديها جم 4 رجاله تمام تمام ودخل عندنا، بس البيت ما كانش نظيف تمام، بس فهم جم دخل عندنا، فانا قلت لهم روحوا صلوا ماشي وبتعالوا، فالثلاثة راحوا يصلوا من الرجالة وواحد قاعد، بس صحيت على كده. ما شاء الله يا أمل، كم عمر حضرتك أختي أمل؟ 19. ما شاء الله، أنت يعني نلتي ذكاء طيبا، لأجل ذلك صدرت الرؤية هذه الطيبة التي تتمني أن تقع بكيف أو متى تقع الرؤية صح؟ صح. اتفضلي يا أختي الكريمة، بارك الله فيك وأحسن الله عليك. سؤال جميل جدا جدا جدا، يعني كيف تقع الرؤية؟ يعني واحد شاف رؤية، طب ازاي تقع يعني؟ اولا يعني الرؤية الصادقة لابد ان تقع، لابد ان تقع، سواء كانت مبشرة او منذرة ستقع، سواء كانت مبشرة يعني انسان رأى انه سيرزق بولد ستقع، انسان مثلا سيفقد مالا ستقع، الرؤية الصادقة. ثانيا لابد ان تكون تتوفر فيها ايها المشاهدون واختي الكريمه امل، تتوفر فيها شروط الرؤيا. يعني ايه شروط الرؤيا؟ يعني اولا تكون رؤيا بسيطه جدا سهله خالص خالص، راي كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم، يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي سجين، قصيره جدا، تكون واضحه جدا، لا ينسى الرائي منها ولو حرفا واحدا. ما يجيش واحد يقول لي انا رايت رؤيا بس اللي انا شفته احمد ولا محمد، لا، يا احمد يا محمد، ما فيش حاجه اسمها ده وده، بتهز او بتقل من مصداقيه الرؤيا. وافضل من ذلك كله، يعني لخصت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها هذا الامر كله
في أصدقكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. أولا لابد من الصدق، وقد يكون الرجل كافرا صادق يرى رؤيا، وسأذكر لكم أمثلة كثيرة في حينها أن كفارا وليسوا مسلمين رأوا رؤى كثيرة جدا ووقعت كما رأوها. يبقى أولا يكون صادقا، ثانيا تتوفر فيه صدق رؤيا، وأفضل من ملاك ذلك كله وجماع ذلك كله قال نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 40 جزء من أجزاء النبوة. اجمعوا ما قلت كثيرا، 6 نقاط هذه تجعل أي رؤيا كائنا ما كان تقع بالفعل. فأتمنى من الله أختي أمل أن يرزقك الله بالزوج الصالح، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى لك ولجميع المسلمات أن يرزقهم الله العفة والعفاف وبالأزواج الصالحين. والله إخواني والله إخواني والله إخواني، والكلام هذا موجه للفتيات، لا تجرين ولا تسعين وراء المال، لا تجرين وراء المال. وأولياء الأمور اتقوا الله، اتقوا الله في أبنائكم، حينما يأتي إليكم زوج لابد أن تسألوا عن دينه وخلقه، يحافظ على الصلاة أم لا، يحافظ على الصلاة أو لا. والله الذي رفع السماوات بلا عمد، أنا عندي زوج أختي يعني حفظه الله ورعاه، والله الذي رفع السماوات بلا عمد، مهره كان من بنتي، وبنتي ما شاء الله كانت آية في الجمال وخلق ودين وتحمل لكتاب الله. قال أنا شرط الأساس في الزوج، وسأل زوج ابنته الذي تقدم لها تحافظ على صلاة الفجر أم لا، وأنت بار بأمك أم لا، هذا شرطان أساسيان كان يعني وضعهما لمن يتقدم لابنته. فهذه شروط ما شاء الله تشرح الصدر. فأختي أمل لابد أن تنظري في الخلق والدين، ولا تنظري في المال والجمال، هذا كله يذهب، ولكن الخلق والدين باقي لا ولن يذهب ببقاء الإنسان على الأرض. الأخ الكريم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك. حياك الله أخي الحبيب. كل عام وحضرتك بخير. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. وتحياتي لحضرتك والأسرة البرنامج والأسرة القناة جميعا. نشكر حضرتك، نشكر حضرتك وإخواني في القناة يعني يبلغوك يعني رد تحيتك الطيبة. الله يكرم حضرتك ويكرمهم جميعا. أبشر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك شاهدت في المنام بسم الله الرحمن الرحيم اني ماشي في طريق ارض زراعيه فيها خضره النبت بتاعها كبير. نعم. وفي وسط الخضره في شاب موجود اسمه علاء اعرفه. نعم. كملت الطريق لقيت فيه زي حاجز كده قفشت من عليه. نعم. نزلت لقيت فيه فرد من الجيش واقف. نعم. ما عرفوش معرفة شخصية. وقفت اتكلم معاه، كان في بشاشة وفي حوار خاص بيني وبينه، وفي مجموعة موجودين كأنهم جنود بس بيتريضوا. فبسألهم عن حاجة معينة معايا في ورقة، فقالوا لي دي عندنا. وبعدين دخلت لقيت نفسي موجود في مكان محل عملي. والمكان ده فيه حجرة موجودة زميلتنا اسمها هدى. نعم. بس لقيت موجود زي نص برميل إزاز كبير كده، او علي برميل او برطمان كبير ازاز بس مليان زيتون اخضر جميل بدون بذر متشرح. فقلت الله، هو ده دخل ازاي وهيطلع ازاي؟ ده ممكن يكون بتاع زميلتنا هدى، بس كان شكله جميل جدا. وخرجت من الحجره لقيت زميل ليا في العمل اسمه مصطفى، وبعدين رحت معاه ودليه رجعت ليه تاني ومضيت في دفتر باسمي، وقعت باسمي. نعم. دي الرؤيه الاولانيه حضرتك. أخي الحبيب ماذا تعمل يا عبد الرحمن؟ بعمل في جهة حكومية حضرتك. بارك الله فيك وأحسن الله، وأشكرك على خلقك ودينك وحسن ذوقك وترتيب كلامك الطيب الحسن. عبد الرحمن قول الرؤية الثانية. بعد الله الفضل الوالد جبريل والأم أمجاد، وأنا مدين ليهم بأنفاسي وبإحساسي وبأمانة الله، بأقبل أقدامهم وأيديهم على الهواء أمام كل من يسمعني. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نعم البر أنت بأبيك وأمك، نعم الولد أنت بأبيك وأمك. والله الذي رفع السماوات أخي الحبيب، لا ولن نجد سعادة ولن نجد يعني متعة في الدنيا دي كلها إلا أن الواحد يقدم قدم أمه ويضع قدمها على رأسه، هذه هي الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد
فالزم قدمها او رجلها فثم الجنه. اصحح لاخواني، الجنه تحت اقدام الامهات، هذا صحيح غير صحيح، ولكن فالزم قدمها او رجلها فثم الجنه. قول الرؤيه الثانيه. بارك الله فيك اخ عبد الرحمن. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتي ام جبريل. نعم. زوجتي ام جبريل. نعم. ممكن الناس تتشرف وتبلغها لحضرتك لو سمحت؟ اتفضل يا اخي. ناس عايز تفضل اخي الكريم، اتفضل اخي عبد الرحمن تقول رؤيتها، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختي. لو سمحت انا شفت اللي انا قبل تتكلمي اختي، اتمنى ان تكوني باره بابيك وامك مثل زوجك، فكوني على دينك. اكيد. بس والدي ووالدتي يعني يرحمهم اللهم الاثنين. لا اكثري في البر لهم بعد الوفاه، لا ينقطع البر، بعد العكس ده يزيد البر بعد الوفاه. اكيد اكيد. ربنا هو الاعلم اللي بيني وبينهم في ربنا يتقبل منك. اتفضلي اختي. شفت والدي ووالدتي قاعدين زي ما كنت في شقتهم القديمه، وبعدين نعم. لقيت نفسي اللي انا بطلع غسيل من الغساله. نعم. فالغسيل لقيته يعني كله طالع ايه ابيض. فوالدتي بتقول لي وانت مش كنت لسه غاسله؟ فقلت لها اعمل ايه يا ماما؟ ايه لقيت في غسيل في الغساله بغسله. فوانا بطلع الغسيل لقيت غسيل ايه كله شبه جلاليب بيضه وهدوم بيضه، وبعد من الايه الصابون اللي هو الغسيل. ما شاء الله. بارك الله فيك اختي، بارك الله فيك. اتفضلي اختي الكريمه ام عبد الرحمن، اتفضلي. الف 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 شكر. السلام عليكم. اتفضلي اخ عبد الرحمن، بارك الله فيك واحسن الله اليك، وجعلك الله ورفع الله من قدرك وشانك بسبب برك بابيك وامك، وابشرك هذه الطريق الخضراء او الارض الخضراء هذه اعمال صالحه لك عند ربك، وعلو منزله ومكانه، ورزق وافر لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى، وسيكون رزق وافر كثير مبارك فيه بسبب برك، بسبب برك، بسبب برك بامك. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاخت الكريمه، زوجتك الكريمه الطيبه، يعني اظن كذاك والله حسيبها، اكثري من برك بابيك وامك اختي الكريمه، اكثري 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 من الدعاء والصدق، ولا سيما الوالده قالت الملابس فيها شيء غير محمود، فاكثري اكثري من الدعاء والصدق لامك. بارك الله فيك واحسن الله اليك. نرجع اصحاب يوسف حينما قال احدهما إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، الرؤية الثانية. فقال تأويلها يوسف صلى الله عليه وسلم: أما أحدكم فيسقي ربه خمرا. الرؤية الثالثة. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فقال له: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسي. أقول لكم أمر هام جدا أيها المشاهدون، بس الوقت طبعا لم يسعفنا، سأفسر لكم إن شاء الله كيف أولت هذه الرؤية بهذا التأويل، كيف أولت هذه الرؤية بذلك التأويل العظيم جدا جدا جدا. الرؤية الرابعة كما ذكرت حضرتكم رؤية الملك، حينما قال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، الآية إلى آخرها. وقال يوسف في تأويله لها: ستزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم، الآيات الثلاث، إلى أن قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كذلك الرؤيا جاءت في كتاب الله بمعناها، جاءت بمعناها، يعني جاءت صفة معينة في كتاب الله، أو جاءت دلالات معينة في كتاب الله، صاحب العلم في التأويل يأتي بها بدليل على التأويل. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فهذا النجم يدل على الهداية، يدل على الهداية. وكذلك قال ربنا: جعلناها رجوما للشياطين فتكون هداية وتكون شفاء من شيطان. كمثلا إنسان يرى يقول: رأيت لنا أمسك بيدي نجما وأسير به في طريق مظلم، هذه هداية بلا شك، هذه هداية بلا شك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه الرؤيا التي جاءت في كتاب الله، أي جاءت الرؤيا وجاء مع التأويل. كذلك كأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، من يعني لا تحصى ولا تعد، وكتب السنة أوردت في كل أبواب السنة، كتب السنة كلها، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الترمذي، أحمد بن ماجة، النسائي، كل هؤلاء العلماء الأجلاء
أوردوا في كتبهم كتب السنة بابا وسموه باب الرؤية، وأوردوا أحاديث كثيرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، بل والأكثر من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كينما كان يصلي صلاة الغداء، أقصد صلاة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الغداء كان النبي بابي هو وأمي أدار بوجهه إلى الصحب الكرام، من كثرة اهتمامه بشأن الرؤية أدار بوجهه إلى الصحب الكرام وقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فكان الصحب الكرام إذا رأى أحدهم رؤيا كان يقصها على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرى من الصحب الكرام رؤيا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي أنا رأيت الليلة كذا، ويقص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنأخذ الرؤيا كلها بإذن الله تعالى التي أوردت في كتب السنة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها بصفتها بلفظها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أول رؤيا أو شاف رؤيا وأولها لصاحب الكرام. إحنا نعرف إزاي أولت هذه الرؤيا بهذه الطريقة، وكذلك نستخرج منها ونستنتج منها لصاحب العلم كيف أن النبي كان يؤول الرؤيا. كذلك أن النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أورد صفات معينة لأناس أو صفات معينة أوردتها كتب السنة، أو قال نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب العلم علم التعبير يأتي بهذه الصفات وينزلها على حقيقتها. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فإنسان مهتم طبعا بشأن القرآن ويرى أنه يأكل أو يحمل في يده أترجة، والأترجة العلماء اختلفوا فيه على ثلاث أقوال، غير أننا نسمع الأخت الكريمة ملك السلام عليكم. الأخت الكريمة منى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله أخت منى. الله يخليك. يعني حلمت رؤية، يعني بقى لي 8 سنين ما خلفت. نعم. فأمي حلمت لي اللي يعني ربنا مديني ولد كان عند خوالي. حلمت إيه أمك أختي؟ أمي. نعم. حلمت لي يعني كان عند خوالي وقاعدة في دكان بتاع خالي. نعم. وياها ولد صغير، فبنت خالي بتقول لها نزل ولد دوت، وبعدين جات لها لا سيبيه، جات لها يجع جات لها لا دوت سيبيه دوت ابن منى. نعم. دي الرؤيه اللي امي شافتها لي يعني. اختي امك محافظه على الصلاه؟ اه. صادقه في حديثها؟ اه. من اهل البر والخير؟ ايوه. اتفضلوا الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه يعني برضه حلمت اللي امي بتديني عبايه بتقول لي سيبيكي من العبايات اللي حضرتك وخد العبايه الحلوه دي البسيها. أختي الكريمة، نعم. الرؤية الأولى بإذن الله تعالى وستتصل بنا إن شاء الله قريبا. أبشرك ببشرى الله لك أن الله سيمن عليك بحمد. الرؤية الأولى بشرى أمك طالما أنها صادقة من أهل الخلق والدين، سترزقي والله أختي بحمد. الرؤية الثانية أنك ترتدي عباءة فوق هذه ستر لك، وكما أنك متزوجة سترزقي بولد مولود وحمل في مولود. أبشرك أختي، أنا كنت في إحدى القنوات وأحد الأخوات الخليجيات اتصلت بي وقالت يا شيخ لقد رأيت كذا وكذا وكذا، فقلت والله سترزقي بحمل. فقد بنفس النص هتستهزئ بي؟ قلت ولما الرؤية تقول كذا؟ والله أختي بعد أسبوعين تقريبا اتصلت ويعني قبل أن يبدأ البرنامج وقالت بنفس النص، أيها المشاهدون والله بنفس النص، وهي تبكي كثيرا تقول والله يا شيخ بارك الله فيك وأحسن الله إليك، أكثر من 18 سنة لم أحمل وبالفعل رزقت بحمل وما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأبشرك منى يعني لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون. أختي استبشري ببشر الله لك في الرؤية أن الله سيمتن عليك بحمل وتقر عين قريب. الأخ الكريم أبو يوسف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو يوسف. حياك الله واحسن الله اليك. النبي عم الشيخ كنت عايز اقول لحضرتك قل لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو يوسف لا تحلف الا بالله. انا كنت عايز شفت رؤيا وعايز اقول لحضرتك عليها. اتفضل تحت امر حضرتك. اني كنت شفت نفسي ماشي على طريق شباب. الهوا شباب. تمام؟ نعم. وماشي على طريق ولقيت واحد ماشي لابس ابيض فابيض. نعم.
وماسك سبحه وبيسبح لها. فقلت له لو سمحت ممكن اكلمك؟ فوقف وقال كلمني. تمام. فحضنته من هنا ومن هنا وبصته من هنا ومن هنا. معايا يا عم الشيخ؟ نعم. فبعد ما حضنته من هنا ومن هنا وسلمت عليه ولقيت نفسي برفع ايدي للسماء وبقول وبدعي وبقول الحمد لله الذي وفقني لرؤيه سيدنا رسول الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعم. تمام. وبعد كده مشيت معاه في الطريق وزي ما كنت هو قاعد بياكل عيش وجبنه. نعم. وبس هو وبعد كده ما يعني قلت له زي ما كنت في الرؤيه بقول له انين المذنبين احب الى الله من فجع المسبحين. انين المذنبين احب الى من ادلال الطائعين الى الله من فجع. نعم. من فجع المسبحين. قول ابن القيم. تمام. تمام. انا بسال حضرتك هل هو اللي انا شفته في الرؤيا هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماشي يا حبيبي. في حاجة ثانية عند حضرتك؟ تفضل. بارك الله فيك. اسمعني يا ابو يوسف، هناك سؤالان هامين جدا. اسمعني. طب في رؤية ثانية يا عم الشيخ. اتفضل اخي. يعني زوجتي شافت في المنام ان هي بتتزوجني. هي تتزوجك في الرؤية؟ هي انا بنتجوز من جديد وفي عيل صغير. يعني انت العريس في الرؤية؟ آه. حياك الله. كم عمرك وعمر زوجتك أخ أبو يوسف؟ أنا عندي 37 وهي عندها 30. بارك الله فيكم أحسن الله إليكم وبارك الله في هذه الليلة التي رأت فيها الرؤيا بإذن الله تعالى. اسمعني أخ أبو يوسف. طب في حاجة مش أقول على حضرتك عليها. تفضل. أنا مثلا بنام أحلم بحاجات بتتحقق حقيقي في المنام. في الحقيقة بتتحقق. يعني ممكن أحلم إن أنا ممكن بكلم عم الشيخ، ثاني يوم يحصل معايا نفس الكلام في الحقيقة. نعم. بس أنت متابعني من أول الحلقة يا أبو يوسف؟ لا والله. يعني إحنا كنا بنقول في أول الحلقة أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كان الإنسان صادق مع ربه، صادق مع نفسه، صادق مع الناس، أي رؤية راها صادقة وتقع مثل فلق الصبح. فهذا يدل أظنك من أهل أظنك والله حسيبك ولو زكي على الله أحد أنت من أهل الصدق والصلاح يا أبو يوسف. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. طب أنا كنت عايز أقول لحضرتك عم الشيخ أنا بشوف حاجات كتير في المنام بتتحقق معايا. ما أنا بقول لحضرتك ما شاء الله هذا يدل على صدقك مع ربك وهذه دلالة على شفافيتك مع ربك. ورؤية سيدنا النبي هل هي دي حقيقة؟ ما اسمعني عشان أطول أنا فيه عشان في لي تعليق عليه كثير جدا حتى لا أرهقك في الاتصال يا أبو يوسف. طب في حاجة ثانية أنا معايا طفل مريض يعني وطفل مريض نفسي لو هو سيدنا النبي حقيقة إن شاء الله ربنا يجعل لي رؤية سيدنا النبي شفاء لابني يعني. طب هل مسكك في أي موضع في جسمك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياك يا أبو يوسف؟ نعم. هل مسكت او سلمت على يد النبي او وضعت يدك على جسد النبي في الرؤية؟ حضنته من هنا ومن هنا زي ما كنت هو جاي من سفر وحضنته من هنا وهنا وقلت له تسمح لي اقبلك فقال لي اسمح لي يا سيدي وكلمني وقال لي اسمح لي يا سيدي. قبلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. متى رأيت هذه الرؤية يا ابو يوسف؟ نعم. متى رأيت هذه الرؤية؟ يعني من شهر بالظبط. بس تاني يوم ابني اللي انا بكلمك عليه ده ضاع ولقيت. اسمعني ماذا يعاني الولد؟ نعم. ماذا يعاني الولد؟ من طفل يعاني الولد من طفل من مرض اسمه التوحد. طب افعل بالولد افعل بقى. كنت اتمنى انك انت الرؤيه دي تراها بالليل كنت عانقت الولد كما عانقت النبي صلى الله عليه وسلم. كنت اتمنى ذلك انك ترى هذه الرؤيه وكنت يعني استيقظت من نومك وعانقت الولد كما عانقت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيه.
ولكن عانقه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد خيرا كثيرا بإذن الله تعالى، وستصل به الحلقة القادمة. تبشرني بهذا الخير إن شاء الله. إن شاء الله، يعني زي ما حضرت سيدنا، زي ما حضرت أحد الولد. نعم تمام. حضرتك أنا قبلها كنت بصوم وبصلي على سيدنا النبي كتير في الأيام دي. وافعل وافعل كما كنت تفعل في هذا اليوم الذي رأيت فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، افعل كما كنت من الطاعة والذكر والصلاة وما شابه، ولا سيما احنا في بداية العشر الأوائل من ذي الحجة. هل هو سيدنا النبي حقيقة زي المنام؟ يعني أنا شفته. اسمعني اسمعني من الهاتف عشان هشرح شرح كثير فيه مستفيض. حاضر حاضر. اتفضل أخ أبو يوسف حبيب الغالي. كثير أيها المشاهدون، كثير من إخواني الذين يعني يروا النبي صلى الله عليه وسلم ويشك في الأمر، كما يعني لا أقول شك أخ الحبيب يوسف، ولكن هو عايز يزداد يقينا، يزداد إيمانا، يزداد حبا كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بابي هو أمي، إن الشيطان لا يتمثل بي. كثير من أهل العلم كان يقول إذا جاءه رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صفه لي. هذا له يعني مذهبه وله استناد الشرعي ويحترم في ذلك، ولكن احنا عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل، من رآني فسوف يرآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يعني من الأحاديث المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى من قال رأيت النبي بالفعل هو رآه بالفعل، لأن الشيطان لا ولن يتمثل بنبينا صلى الله عليه وسلم قط، لا يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في أمور هامة جدا جدا، اعوها جيدا أيها المشاهدون، اسمعوها جيدا المشاهدون. كلما رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلق الله عليها مما ذكرت في كتب السنة، فهو من أهل الصدق والدين والصلاح. وكلما نقص شيء، كلما نقص شيء في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن رأى ظهره، رأى كتفه، رأى اسمه، رأى هذه دلالة على قلة الإيمان، ضعف الإيمان، ضعف الطاعة. طاعتك وإيمانك لم يرتقي لدرجة أنك ترى النبي التي على الهيئة التي خلقها الله عليه بابه وأم. فإذا رأيته على الهيئة التي وصفتها لنا كتب السنة وهي المعروفة طبعا لدى الجميع، فهذه أنت من أهل الإيمان والخلق والكلام ده كله. أما إذا رأيت نقصا معين، نقصا في ثيابه، نقصا في هيئته، لم تراها، لم تأتيه من قبل وجهه أو ما شابه ذلك على حسب الرؤية، ثم هذا نقصان في الإيمان، نقصان في الذكر، نقصان في الطاعة. وقد تكون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، قد يرى الكافر النبي صلى الله عليه وسلم، تكون سبب في هدايته طبعا ورجوعه إلى الله وإلى اعتناق الإسلام. هذه طبعا خاصة بالنبي. فأنا أبشرك أبو يوسف أن الرؤية التي رأيتها هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وهذه بشرى لك أنك ستسير على منهج النبي وتكون من أهل الصلاح والفلاح. وأتمنى هذه الرؤية تكون سبب في إشفاء ابنك بإذن الله تعالى مما هو فيه من مرض. فالله أسأل جل وعلا أن يعافي ابنك هذا ويعافي كل مرضى المسلمين من كل أذى ومرض. قولوا آمين أيها المشاهدون. عفى الله جل وعلا أن يتقبل تأمين أحدكم تكون سببا في رفعة مرض ورفع بلاء عن مسلم. هذا كان رؤية أبو يوسف على الإجابة على سؤاله. طبعا نرجع ونقول الرؤية التي رأى الملك، الرؤية الرابعة هي حينما قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، الآيات إلى آخره. كذلك السنة أوردت لنا رؤى كثيرة، غير أن معنا اتصال الأخت الكريمة أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ حياكم الله أم خالد. أنا ليت الليلة خير الله المجعل يا رب. الصوت يا أم خالد بعد إذن حضرتك. ليت الليلة الخير الله المجعل يا رب. سامع صوتي كده؟ أيوة كويس كده يا أم خالد. ماشي. أنا ليت الليلة عندي بنت أختي تلاقيني زي ما أكون رحت في حتة، وزي ما أكون السيسي محوط، رئيس السيسي محوط على حتة كده وأنا دخلت فيها عشان يحافظ على الناس بتاعته. نعم. فدخلت فضلت ماشي لحد ما رحت واحده من طبع الرؤساء برضو، فبقول لها انا عايزه حاجه لجوز بنت اختي عشان هو فعلا كان عامل حادثه وعيان.
طب اقول لها يعني زي ما الزلم بشهد. طب اقول لها انا عايزه اي شغلانه عشان ناكل منها عيش. قالت لي طيب ماشي. راحت عطاني جاز تظرف جوابات، بس ما اعرف بقى الظرف دي فيها خمسينات بتاع 50 جنيه ولا فيها 100 جنيه، ان هم مقفولين. راحت عطيهم لي وانا عطيتهم للبنت، ورجعت تاني قلت لها طب انا عايزه حته لحمه من اللي بقت دي ده. قالت لي ده خدي الطبقه اهو. ده راحت عطاني مال وطبق، وانا اتلفت لقيت حته لحمه راقده في الارض معفصه تراب، ورحت واخدها برضه عشان اغسلها عشان هم ياكلوها، ورحت مودياها لهم. نعم. بس ورحت ماشيه. بس الرؤيه الثانيه لقيت هي بتاع بنت اختي بقى برضه. الرؤيه الثانيه لقيت نفسها لابسه قميص برابو. لابسه ايه؟ وجوزها بنت اختي برضه لقيتها بتقول يعني لقيت الناني لابسه قميص برابو. نعم. قميص ورابو. متزوجه بس. بنت اختك ام خالد؟ ايوه متجوزه. كم عمرها؟ زي 26 سنة. حياك الله أم خالد، اتفضلي أختي. بس بتقول لك ليه جوزها بيفحت في فحرة في الأرض، والفحرة دي كلها سمك بير كده، والبير كله سمك، البير كله سمك. فقال السمك ده على قدنا. نعم. بس بتقول لك بقى القميص والروب كانوا جمال قوي قوي قوي. هو نفس الرؤية برضه اللي أنا حلمتها لها برضه. نعم. نفس الرؤية اللي أنا برضه حلمتها بيها. نعم. وفي تفسير تاني، المتوفيه اللي بتيجي وعليها الدوره. انا شفت مرت اخويا جايه وقعدت جنبنا بتاكل وهي عليها الدره والدره مسحباها. ماشي، اتفضلي ام خالد، بارك الله فيكي. ماشي، شكرا. حياك الله اخت الكريم. استاذنك ام خالد، اخوي الكريم بس ابو يوسف كان متصل من قبل حضرتك، هو قال ان راى زوجته انه تتزوجه هو. يعني هو شرك حبيبي ابو يوسف، زوجتك ما شاء الله لا قوه الا بالله في هذه الاثناء رزقت بحمل باذن الله تعالى، اظن كذلك والله حسيبها. بالنسبه لام خالد الرؤيا الاولى، هذا رزق وافر سيمن الله عليكم به. وبنت اختك الثانيه ما شاء الله سترزق بمولود يكون من اهل الرزق، قد يفوق يعني اهله كله في الرزق، سيكون من اهل الرزق، سيكون من اهل الرزق، سيكون من اهل الرزق. هذا والله تعالى أعلم. نرجع أخواني لرؤى النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كما قلنا لحضراتكم إن الرؤيا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الرؤيا وجاء مع التأويل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد الصحب الكرام عرض عليه الرؤيا فأول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فيقولها للصحب الكرام ويؤولها للصحب الكرام، فهذه رؤى صريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاءت الرؤى بمعناها كما ذكرت لحضراتكم أن الرؤيا كما قال نبينا في الحديث الصحيح، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترجة. من معي؟ السلام عليكم. الأخت الكريمة أم شفاء. ازيك يا شيخ، ربنا يصلح قدرك ويعزك. أنا شفت رؤيا في رمضان. بارك الله فيك وأحسن الله عليك أختي الكريمة أم شفاء، نسأل الله أن يرزقنا إياكم الشفاء القلوب وشفاء الأبدان إن شاء الله. اللهم آمين اللهم آمين. شفت كان أبو زوجي متوفي، وشفته في قبره، القبر طلع الطين بتاعه وهو على سطح الأرض كده. نعم. شفت أبو زوجي هو متوفي من 7 ذو الحجة اللي فات. نعم. وشفت القبر بتاعه مفتوح وهو على سطح الأرض من فوق كده، وقلت ما شاء الله ما شاء الله هو لسه جسده زي ما هو. فببص كده لقيت مشدود شوية عن موضع قدمه، فشفت شوية تراب اللي هم حدود قدمه فشدته شوية، وقلت كده هم زي ما هم ملحدوه وخلاص، أحط الطين عليه فين القبر اللي هم حاطينه عليه. فصحيت عشان اتسحر في رمضان على صوت القران. لا اله الا الله. ام شفاء. نعم. ماذا كانت حاله هذا الرجل في حياته الدنيا ام شفاء؟ كان راجل طيب جدا، وكان في حاله بيجيب سيره حد، كان هو مؤذن بيأذن في الجامع وما بيقطعش فرض ربنا، وكان راجل في حاله يعني
ما كانش حاجة. هو أظنه من أهل الخير والدين والصلاح، أنا أظن كذلك والله حسيب، ورفع الله قدره بذلك، ولكن ذريته ليسوا على تقوى وليسوا كما كان أبوهم. نعم، وأنا شفته قبل كده طلع من قبره وبعدين أنا خفت وطلعت أجري في البيت، وبعدين بقول يعني لزوجته الحاج طلع من قبره، قالت لي طب كويس، وبعدين شوية قالت لي هو مات تاني، قلت مات تاني وهيبقى في مدفن تاني وهيبقى في ناس مكاني، طب احنا هنقول للناس ايه دلوقتي؟ والله أم شفاء هذا الرجل للأسف الشديد، أم شفاء للأسف الشديد، اعذريني أختي اعذريني أن ذريته ليسوا على الجادة وليسوا على الصلاح، انصحين بتقوى الله، انصحين بتقوى الله أن الرجل يؤذى في قبره، قولوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو سعاد، من معي؟ أنا اسم علا. الصوت لو سمحت بالسمع خالص. أنا اسم علا، اسم علا. حياك الله يا علا، تفضلي. إيه لو سمحت يا أستاذ الشيخ، يعني دايما بحلم بفران كده في أحلامي. تحلمي بيه؟ بفران في أحلامي. فران؟ آه في أحلامي. آه. دايما بحلم اللي جوزي بيتجوز علي. أخت علا. نعم. كم عمر حضرتك؟ أمي عندي 27 سنة. أحسني أحسني في صحيباتك يا أم علا. أمي طب لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا والدي بيجيلي كتير في أحلامي بس مش بيكلمني. الصوت يا أستاذة علا لو سمحت، والله ما سامع حاجة، الصوت أنا شوي. والدي بيجيلي كتير في أحلامي. تمام. بس مش بيكلمني في أحلامي، فجالي في حلم قبل كده وقال سلميني على عيالي الصغيرين. فانا كنت شفت شيخ قال لي سلمي لي على عيالك الصغيرات دي، معناه ان انا اعمل عقيقه ولا معناها ايه؟ انت ليه مقصره في الصلاه يا استاذه علا؟ ان هو اسلم على عيالي الطفلتين الصغيرين دي انا مقصره في الصلاه؟ اختي اساليني، لا انت ليه مقصره في الصلاه؟ خلينا في الرؤيه الاول وبعد كده خلينا في الثانيه. اللي هي بتاعت الفريم؟ ايوه. انا فضلت الشيخ انا مش كنت بصلي، ما كنتش بصلي بس قربت من ربنا وبدات اصلي وبدات اصوم وكل حاجه. لابد ان تجددي توبتك يا استاذه علا في هذه العشر الاوائل، ضروري ضروري ضروري. انا يا فضلت الشيخ انا عندي مشاكل كتير ما بيني وما بين جوزي، وعلى طول بيضربني وبيشتمني وكده، ودايما حاسه ان في كبت ما بينه وما بين عياله، كل ما اقول لهم تعالى احفظه في المصحف احفظه ويقراهم يقولوا طيب، يمسكوا المصحف شويه ويسيبوه. نسأل الله أن يصلح من حاله ومن شأنه وكذلك من حال أبنائك إن شاء الله يا أستاذ علا، ولكن يعني أهم شيء قربي أنت لربنا، عسى الله أن تكوني ساجدة يعني وتدمعي دمعة لله أو تبكي بكاء لله، يكون سببا بإذن الله تعالى في هداية الأولاد والزوج. طب يا فضيلة الشيخ، الفيران اللي بتجيلي في الحلم ده إيه؟ نعم؟ الفيران اللي بتجيلي في الحلم ده ما إيه؟ الفيران أنا بقول لك أنت مقصرة في الطاعة ومقصرة في الذكر، لكن يعني اصدقاء معينين يعني مش بينصحوك في الله كثيرا، يعني بيجوا على هوى معين بطريقه معينه يا استاذ علا. طب اللي جوزي بيتجوز عليا كتير ده ايه؟ نعم؟ اللي جوزي بيتجوز عليا كتير ده ايه؟ بحلم كتير ان هو بيتجوز عليا. لا دي عاديه، انت احسني الى زوجك وبيتجوز عليك ولا حاجه يا علا، احسني بس الى زوجك، ولكن ده شيطان يريد ان يتدخل بينك وبين زوجك ليقع بينك وبينه الفرقه وتزداد شحناه وبغضاء في صدرك من ناحيته، لكن هو الرجل لا بتاع زواج ولا بتاع حاجه خالص. مش هيتجوز. حد دلوقتي يتجوز ثاني يا استاذ علا في الزمان اللي احنا فيه؟ اتفضلي يا استاذ علا. الله يكرمك يا استاذه، اتفضلي. الله يكرمك، بارك الله فيك. نقول ونرجع للرؤى التي كانت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رؤى جاء الصريحة وجاء مع التأويل كما ذكرنا وأسلفنا، كذلك هناك رؤى جاءت بمعناها أو جاءت بصفاتها، ونقول أن الصفة هذا تأويل وكذا كما ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب. الأستاذة دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت نسيت الوقت ولا إيه؟ أنت نسيت الوقت؟ ايوه
ماشي. كان الأستاذ دعاء، بس الأخت دعاء تقريبا والله تعالى منقطع عنا الخط، فنطلب من الأخت بدعاء يعني معاوزة اتصال مرة أخرى. ولكن أخت دعاء يعني نعتذر لحضرتك، ونتمنى إن احنا يعني نسمع صوتك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، غير أن وقت البرنامج طبعا انتهى، وأنه لا يمل لجليسكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في موازين حسناتنا يوم القيامة، يرفعنا الله بها درجة ويضع عنا بها وزرا وذنبا بإذن الله تعالى. إن كان من صواف ومن الله وحده لا شريك له، وإن كان من خطأ أو زلل فهو من نفسي والشيطان، أعاذنا الله وإياكم منهما ولا ينفك عنهما إنسان. إلى حلقة قادمة بإذن الله ألقاكم فيها، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.